بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنلتقي في سلسلة المحاضرات الخاصة ب كمبيوتر أركتكشر أند أورجنايزيشن، وبنتكلم من الكتاب المشهور بتاع ويليام ستالينج، وحاليا إن شاء الله نبدأ في شابتر 10 من الكتاب اللي بيتكلم على الانستراكشن سيت أو مجموعة الأوامر الخاصة بالبروسيسور، مواصفات الأوامر دي والوظائف بتاعتها. هنتكلم هنا على الديزاين بتاع الانستراكشن سيت. يا ترى الانستراكشن سيت ده في بعض البروسيسور بيكون الانستراكشن سيت بيكون طويل شويه، النمبر اوف بيتس بتاعته طويله شويه. يا ترى الانستراكشن سيت عباره عن ايه؟ يا ترى المكونات بتاعه الانستراكشن سيت في بالظبط شكله ايه؟ يعني مثلا بيكون في شفره الامر، بيكون في ادرس لحاجه معينه. هنتكلم على تركيبه اي انستراكشن سيت، ثم هنتكلم على ازاي وهم بيختاروا الانستراكشن سيت بيختاروا الطول بتاعه. يا ترى النمبر اوف بيتس بيحددوها ازاي؟ ويا ترى تحديد الانستراكشن سيت ليه تأثير على الكمبيوتر بيرفورمانس، وايه العوامل اللي بتدخل في الديزاين بتاع الانستراكشن سيت. طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده، الانستراكشن سيت عبارة عن المجموعة الكاملة من الاوامر اللي بيقدر يفهمها البروسيسور بتاع حضرتك. يعني انت اشتريت بروسيسور دلوقتي، البروسيسور ده معروف الفيرجن بتاعه والماركة بتاعته ايه بالظبط، تقدر تدخل على النت وتجيب الداتا شيت بتاع البروسيسور بيحدد لك مجموعة الأوامر. طب الأوامر دي بتتكتب إزاي؟ الأوامر دي هتلاقيها مكتوبة بالأسيمبلي لانجوج مع مينيمونيكس. أسيمبلي لانجوج مع مينيمونيكس يعني صيغة الأمر أو المينيمونيك، وفي كومنت على الأمر. يبقى الأوامر دي أصلا في البداية كانت عبارة عن ماشين كود، عبارة عن شفرة من الوحايد أو الأصفار اللي بتحدد الأمر بتاعك عبارة عن إيه. طبعا عشان اكتب ماشين كود بقى صعب جدا الناس تفهم الكلام ده، فعشان كده بنلجأ ان احنا نكتب الاوامر بتاعتنا بالاسمبلي كود او لغة التجميع. طيب يا ترى الاليمنت بتاعت الانستراكشن، يعني اي انستراكشن هتجيبه، الانستراكشن ده وليكن 32 بت، يا ترى ال 32 بت مقسمين ازاي؟ ال 32 بت مقسمين ازاي؟ هنلاقي في حاجة اسمها الاوبريشن كود. يعني ايه اوبريشن كود او الاوب كود اختصارا؟ الاوبريشن كود اللي هي الشفرة بتاعت الامر، يعني اجمع، اطرح، اضرب، اقسم، موف، اد، اند، نوت، نيجيت، كل دي شفرات الاوامر، كل دي شفرات الاوامر، ودي اسمها الاوبريشن كود. ودي بنحطها بمجموعة حروف اسمها مينيمونيك. المينيمونيك مجموعة الحروف الدالة على الاوب كود. ثم يا ترى الامر بتاعك هيشتغل على مين؟ هيشتغل على مين؟ يعني هيبدأ يشتغل على مين؟ الجزء ده اسمه السورس اوبراند او مجموعة الاوبراند، مجموعة المعاملات. في السورس اوكي، وفي الريزلت، يا ترى بعد ما الامر ما يشتغل هيحط الناتج فين، او يحط الناتج في ادرس فين بالضبط. ثم كمان حاجة ضمنية احيانا بتبقى مذكورة ودي قليل قوي، او ضمني، النكست انستراكشن ريفرنس. بعد ما البروسيسور بتاعك ينفذ الامر ده هيروح فين؟ ايه العنوان القادم؟ يعني البروجرام كاونتر هيبقى شايل ايه؟ احنا قلنا البروجرام كاونتر دي ريجستر شايل عنوان الامر اللي عليه الدور في التنفيذ. بعد كده يا ترى البي سي بيحتوي على ايه؟ ده بالنسبه لي عباره عن مكونات الانستراكشن. مكونات الانستراكشن اتفقنا اوب كود، ثم ادرس للسورس، وادرس للريزلت، والانستراكشن والانستراكشن القادم. عامه بشكل كبير بتلاقي الاوب كود موجود، السورس بتاع حضرتك ممكن السورس والريزلت يكونوا نفس الاوبراند، ثم السورس او عفوا الديستنيشن الثاني، والجزء ده بيكون ضمنيا معروف اللي هو النكست انستراكشن ريفرنس. يعني تقريبا انت محتاج تيبيكالي كده، محتاج اوب كود، محتاج اتنين ادرس، واحد سورس، وفي نفس الوقت شغال عباره عن الريزلت، والسورس التاني اللي هو المعامل التاني داخل الامر. يعني مثلا ده سيمبل انستراكشن فورمات، الامر بتاعي بياخد 16 بت، اول 4 بت عباره عن الاوب كود، وفي 6 بت عباره عن الاوبريشن اوبراند ريفرنس، و 6 بت التانيين عباره عن الاوبراند ريفرنس. من الشكل ده اقدر اتوقع ايه؟ اولا تقدر تقول لي عدد الانستراكشن سيت بتاع حضرتك بتاع البروسيسور بكام؟ طبعا ده الاوب كود اللي بعبر عنه عن طريق المينيمونيك، طوله 4 بت. يبقى اذا كان ال 4 بت بيشفروا لي اي امر، يبقى انا اقدر عن طريق ال 4 بت اعمل شفرات ل 16 امر، وبالتالي كده الانستراكشن سيت بتاع البروسيسور عباره عن 16 امر. الحاجه الثانيه، انا عندي هنا اوبراند ريفرنس واوبراند ريفرنس، يبقى انا كده عندي اتنين
سورس 2 فقط، يبقى ده ممكن يكون ده عبارة عن أحد المعاملات بتاعت الدخل، وهو نفس الوقت هيتحط فيه الناتج بتاع العملية الحسابية بتاع العملية. عندك هنا 6 بت وهنا 6 بت. طبعا الوقت طبعا 6 و6 و4 يديك 16. طب يا ترى الاوبراند ريفرنس ده عباره عن ادرس، يا ترى الادرس ده موجود فين بالظبط؟ يا ترى الادرس ده بيشاور على ريجستر، او هقدر احط ريجستر هنا مباشر، ولا الادرس ده بيشاور على مكان في الميموري؟ الادرس ده ممكن يكون بيشاور على ريجستر بديله اسم ريجستر، وممكن يكون عباره عن ميموري. الاوب كود اللي احنا بنتكلم عليها يا جماعه اللي بيرمز لها بالمينيمونكس زي الاد، يعني هتلاقي امر في معظم البروسيسور اسمه اد. اد ده بيجمع، في سب سبتراكت، في مال ملتبلاي، وديف ديفيجن، ولود يعني بيلود او بيحمل او بيستدعي قيمه من الميموري بيحملها على ريجستر معينه، او سطور بيخزن فيه الميموري. الرموز اللي انت كاتبها دي اسمها اسمبلي لانجويج، لكن مجموعه الرموز دي بيطلق عليها، او ان انت بتعبر عن الاوب كود بمجموعه الرموز دي اسمها مينيمونكس، اسمها مينيمونكس. يعني لو انت كاتب امر اسمه اد ار و واي، الامر ده ليه ماشين كود، ليه ماشين كود. طبعا الاد دي اللي هي المنمونيك او الاوب كود، الار والواي دول الاوبراند، دول المعاملات. انت بتجمع ار ومع مين؟ مع واي. كده دلوقتي ممكن تكون الار دي ممكن تكون ريجستر، والواي ده ممكن يكون لوكيشن داخل الميموري. هجمع ار مع واي، طب الناتج بقى هيتحط فين؟ ممكن يتحط في الار، ممكن يتحط في الار ده ضمنيا. اوكي، في مثال هيطول معانا شويه في المحاضره، لكن المثال ده يعني ضروري نقوله، ضروري نقوله عشان يبقى حضرتك فاهم كويس قوي. وانت بتكتب في الهاي لانجويج، الهاي ليفل لانجويج بتكتب ايه، وداخل اللو ليفل لانجويج بتكتب ايه. اولا تعال نفترض بس الاول اكس كده قيمه اسمها 513، اوكي، والواي 514، اوكي. يعني الاكس ده سيمبوليك ادرس، قيمة الادرس ده 513، والواي ده سيمبوليك ادرس قيمته 514. لو انا رحت داخل الهاي ليفل لانجويج وكتبت اكس بيساوي اكس زائد واي، معناه هات القيمة اللي داخل ال 513 اجمعها مع القيمة اللي داخل 514 كادرس داخل الميموري، اجمع الاثنين مع بعض وحط الناتج جوه مين؟ جوه الاكس. لو انت بتكتب بيزك فورتران سي وات ايفر هاي ليفل لانجويج، اي لغة من الهاي ليفل لانجويج، هتكتب بس الوان ستيتمنت دي. لو انت بتكتب الكلام ده داخل اسمبل لانجويج، المفروض تعمل ايه بقى؟ انت متخيل دلوقتي من خلال محاضراتنا السابقه ان انت اولا هتلود، هتلود فروم ميموري، لود فروم ميموري عند اللوكيشن اكس او عند اللوكيشن 513، اهو لود ريجستر وذ ذا كونتنتس اوف ميموري لوكيشن 513. يعني روح الميموري عند اللوكيشن او عند الادرس 513، هات القيمه اللي هناك حطها في ريجستر. غالبا الريجستر دي بتبقى اسمها الاكيوميليتور ريجستر او الاي اكس ريجستر، الاكيوميليتور ريجستر او الاي اكس ريجستر. ثم اجمع محتوى الميموري اللي عند 514، اوكي، اجمعه على الريجستر دي. يبقى انا دلوقتي جبت القيمه اللي في الميموري اكس حطيتها في ريجستر، جبت القيمه اللي في واي وجمعتها على الريجستر. كده دلوقتي معاك الناتج موجود داخل الريجستر اللي اسمها الاكيوميليتور ريجستر او الاي اكس ريجستر او الاي سي. ثم بعد كده سطور، بدل لود هيبقى مين؟ هيبقى سطور. سطور الكونتنت بتاعت الريجستر بتاعت الاكيوميليتور، ارجع رجعها تاني على اللوكيشن 513. لاحظ ان انت كتبت وان ستيتمنت فقط في الهاي ليفل لانجويج، داخل الاسمبلي لانجويج او اللو ليفل لانجويج انت كتبت الاوامر دي. طبعا يهمك في البروسيسور دلوقتي انت كتبت بس هنا مجرد ايكوال البلس ساين، علامه الجمع او الاديشن. هنا محتاج امر لود ولود على الريجستر، لود ولود على الريجستر، واد واد. هنا بتجمع ريجستر مع ميموري لوكيشن ثم ستور. دي كلها هي عباره عن الميني مونكس او الاوب كود الخاصه بالاسمبلي لانجويج اللي هيقوم بنفس البرنامج، اللي هيقوم بنفس البرنامج. طبعا لما تيجي تبص على الاوامر اللي بنتكلم عليها داخل البروسيسور، الاوامر اللي البروسيسور ممكن يديها لك او الميني مونكس لو حبينا نعملها كاتيجوري او تصنيفات او طوائف، هتلاقي في مجموعه اوامر خاصه بالديتا بروسيسنج، وفي اوامر خاصه بالديتا ستورج، في اوامر خاصه بالديتا موفمنت، في اوامر خاصه بالكنترول. دي مجموعه الاوامر اللي ممكن تلاقي اي انستراكشن سيت بتاعه بروسيسور مقسمه لها. زي ما قلت مجموعه الاوامر اللي بتتكلم معاها داخل اي انستراكشن سيت لاي بروسيسور، هتلاقي مجموعه الاوامر دي مصنفه الى
مجموعه من التصنيفات، او مجموعه من عباره عن شويه مجاميع، مجموعه من الاوامر الخاصه بالديتا بروسيسنج زي الحاجات او الاوامر الخاصه باللوجيك والارثماتيك، مجموعه اوامر خاصه بالديتا ستورج يعني الاوامر الخاصه بنقل البيانات مثلا راح تتكلم مع الميموري، في اوامر خاصه بالديتا موفمنت، ديتا موفمنت انستراكشن يعني ممكن تكون اوامر خاصه بالتعامل مع الانبوت اوتبوت، بتقرا من انبوت اوتبوت او بتكتب على انبوت اوتبوت، وفي اوامر خاصه بالبروجرام فلو كنترول او الخاص بالبرانش والديسيجن لو انت محتاج تعمل لوب، محتاج تعمل ديسيجن تاخد قرار. دي مجموعه الاوامر اللي موجوده داخل اي بروسيس. النقطه مهمه جدا، يا ترى النمبر اوف ادريسز يعني لو انت بتتكلم على الانستراكشن سيت، عدد الادريسز اللي موجوده داخل الانستراكشن سيت، اي امر يا ترى اي امر ممكن يبقى فيه كم ادرس؟ في بعض البروسيسور بيكون فيها 3 ادرس، واحد زي اي عمليه حسابيه اوبراند 1 واوبراند 2 والناتج، دول 3 ادرس. زي ما اقدر اقول له مثلا a بيساوي b زائد c، فيبقى البي ده ادرس والc ده ادرس والريزلت بتحط فين؟ بتحط في الايه. وممكن يكون في ادرس رابع كمان زي ما قلت، بس ده امبليسيت اللي هو العنوان بتاع الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، وده مش مشهور قوي يعني فكره ان الثلاثه ادرس دول مش مشهور قوي، لان ده محتاج بشكل كبير لونج وورد، محتاج نمبر اوف بيتس كبيره جدا للانستراكشن للامر عشان يقدر يحتفظ باوبراند 1 واوبراند 2 والريزلت والاوب كود. اوكي يا جماعه، ده في حاله ان الامر بتاعك بيحتوي على ثلاثه ادرس ده مش مشهور. في بقى بعض البروسيسور بيكون فيها 2 ادرس، بيكون فيها 2 ادرس اللي هو عباره عن ايه؟ عبارة عن ادرس بيشيل احد الاوبراند وبيشيل الناتج. يعني انت عاوز تجمع ايه زائد بي وتحط الناتج فين؟ تحط الناتج في الايه. اوكي، يبقى انت عندك الاوبراند الاولاني ايه، الاوبراند الثاني بي، الاوب كود عبارة عن الجمع، والناتج بتاع حضرتك عبارة عن الايه. اوكي يا جماعة، يعني مثلا كأحد رموز الامر ده ممكن نكتبها مع بعض، اقدر اقول مثلا add ax و bx. الامر ده يا جماعه خاص بالبروسيسور مثلا 8086، دي اسم ريجستر، دي اسم ريجستر اي اكس اللي هي الاكيوميليتور بتاعتنا، ودي ريجستر تانية اسمها بي اكس. بجمع اي اكس زائد البي اكس، ده ادرس اهو وده ادرس، او واحد مقصود بيه ريجستر والتاني ريجستر التاني. طب الناتج هيتحط فين؟ هيتحط في الاي اكس، فالاي اكس هنا يمثل اوبيرانت ويمثل كمان الريزلت، والاد طبعا هي عباره عن الاوب كود. طبعا كده طول الامر بتاع حضرتك L reduce the length بتاع الانستراكشن. اوكي، في كمان الوان ادرس، الوان ادرس بقى السكند ادرس بتاعي بقى امبليست. اوكي، يعني بمعنى الكلام ان الناتج بتاعك بتحطه في ريجستر، بتحطه في ريجستر، وعامه بتكون هي مين؟ هي الاكيوميليتور، بتكون هي عباره عن الاكيوميليتور. اوكي، وده بشكل ما بينتج عنه تحس ان الاوامر بدائيه، البرنامج طول شويه. اوكي، ما تحسش فيه ان يعني انت بتقرب من الهاي ليفل لانجويج. الفكره عامه دلوقتي في كانت من فتره لحد 1980 تقريبا او 1990 كان الناس بتفكر ان على الدوام يكريت اوامر جديده في الاسمبلي لانجويج، يكريت اوامر جديده داخل الانستراكشن سيت. لاحظ ان كل امر انت بتبنيه هو مرتبط بالهاردوير بتاع البروسيسور، فكل ما تزود امر، يعني مثلا جبت امرين 3 4 برايمتيف اوامر بدائيه وجمعتهم وحطيتهم في برنامج في امر اكبر، هي بالظبط زي ما انا كنت بقول كده ان انت بتجمع شويه اوامر وتحطها في وكانك بتحط سب بروجرام، بس هو مش سب بروجرام، هو انستراكشن بس كومبلكس، مور كومبلكس شويه. وبالتالي برقه الانستراكشن سيت تكتر داخل البروسيسور، وبدانا ندخل في حاجه اسمها الكومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر، CI Complex Instruction Set Computer CISC Complex Instruction Set Computer. بعد شوية اكتشفوا ان الموضوع ده ما بيقديش بشكل كويس، وبدأنا ندخل في حاجة اسمها Reduced Instruction Set Computer RISC Reduced Instruction Set Computer. في كمان احيانا بيكون في اوامر ما فيش فيها ادرس خالص او زيرو ادرس. اوكي، كل الادرس implicit، يعني مثلا انا عاوز اجمع، فممكن اقول له بوش A بوش B، بيحط الA داخل الستاك، بوش B بيخزن الB داخل الستاك. الستاك ده يا جماعة عشان تبقى الناس فاهمة عبارة عن مكدس او مراكم للبيانات، بيشتغل بيه last in first out، last in اخر حاجة دخلت هي اول حاجة خرجت، بالضبط كأنك عندك مجموعة اطباق موجودة قدامك وانت بتغسلهم، اكيد اخر طبق اتحط في الكومة دي هو اول طبق هيتغسل.
اوكي. فانت لما بتحط البوش ايه بقى الايه موجود على الطب بتاع الستاك، بوش بي يبقى الطبق بي اتحط على الطب بتاع الستاك. لما اجي اقول له اد، اد هنا لاحظ يا جماعه مفيش اي اوبرانت جنبها، هيبقى مفهوم ان الامر ده بيشتغل على مين، على الاي والبي. بعد ما الناتج خلص اقدر اقول له بوبسي يديني الناتج بتاعي بتاع الجمع داخل حاجه اسمها اف. ده برنامج بسيط لو استغلينا الفري ادرس انستراكشن او الوان ادرس انستراكشن او التو ادرس انستراكشن. البرنامج ده عاوزين اكسكيوت الواي بيساوي اي ناقص بي على في زائد الدي في الاي. لو اشتغلنا الكلام ده بالوان ادرس انستراكشن، الوان ادرس، بص على الوان ادرس كده، الوان ادرس انستراكشن يعني مثلا لود دي بحمل الدي، اوكي الدي دي اللي هي موجوده تحت اهي، لود دي يعني ايه، بحملها من الميموري، بحمل الدي من الميموري. حملتها معناها ايه، جبت الدي حطيتها فين، في الاكيوميليتور. بعد ما جبتها وحطيتها في الاكيوميليتور اوكي هضربها في الاي، فبقول له مالتبلاي اي. لاحظ ان على الدوام هنا في وان ادرس فقط، وان ادرس فقط، ده معناه لود دي يعني هات الدي من الميموري حطها في الاكيوميليتور. ولو انت كتبت الكلام ده خدت الاكيوميليتور، ده الكومنت، خدت الاكيوميليتور وضربته في اي، فكانك ضربت الدي في الاي وحطيتها فين، الناتج بروح فين اوتوماتيك، في الاكيوميليتور. ثم خدت الاكيوميليتور جمعته مع في، الناتج بروح فين اوتوماتيك، في الاكيوميليتور. ثم خدت الاكيوميليتور حطيته في الميموري، يعني خدت المقام دلوقتي حاليا في الميموري عند الواي. اوكي ده يتعمل ازاي، لود دي ملتبلاي اي اد في، كل ده وذ ريفرنس تو اكيوميليتور، ثم ستور واي، ثم لود اي حملت الاي، ثم صب بي الناتج كده موجود في الاكيوميليتور اللي عباره عن اي ناقص بي، ثم ديف واي اقسم على مين بقى، اقسم على الواي. بعد ما قسمت الناتج بتاع حضرتك موجود فين، برضه في الاكيوميليتور، اقدر اقول له ستور للواي. لاحظ هنا زي ما قلت ان كل امر انت كاتبه عباره عن وان ادرس انستراكشن. تقدر تعمل نفس البرنامج ده بالتو ادرس انستراكشن، تو ادرس يعني مثلا اقدر اقول له موف الواي والاي، يعني هات الاي حطها داخل الواي، هات الاي حطها داخل الواي، ثم صب واي وبي كده. دلوقتي هيجمع، هيطرح الواي اللي عباره عن اي ناقص بي ويحط الناتج فين، يحط الناتج في الواي، يبقى انا كده معايا واي ناقص بي موجوده في الواي اللي هي اي ناقص بي. ثم موف حط الدي والتي، هات الدي حطها في التي اوكي، ثم ملتبلاي الاي والتي، وكمل بنفس الامر التو ادرس، او تقدر تعملها بالثري ادرس انستراكشن. الملاحظه اللي انت عملتها ان هنا عدد الاوامر اقل، هنا عدد الاوامر اكبر، هنا عدد الاوامر اكبر. هنا البرنامج يبدو بدائي جدا، يبدو بدائي جدا لان انا شغال بس مع وان ريجستر اللي هو الاكيوميليتور، هنا تو ادرس زي ما انت شايف، هنا الانستراكشن ست، هنا الانستراكشن لينث قليل، هنا الانستراكشن لينث اكبر، هنا الانستراكشن لينث اكبر. اوكي يا جماعه، وده التريد اوف بين عدد الاوامر وبين السايز بتاع الامر وبين شكل البرنامج وهو قد ايه سهل بالنسبه للبروجرامر ان يكتب. فلو انت عندك مور ادريسز هيبقى مور كومبلكس انستراكشن، بقت الاوامر بتاعتك مور كومبلكس الباورفول، يعني بكتب الامر بيديني اكتر من حاجه، كمان محتاج باور ريجستر، مور ريجستر اكيد. وانت بتعمل مور ادريسز يبقى انت عندك مور ريجستر داخل البروسيسور بتاعك، تمام، عشان يبقى سرعات بتاعتك بتاعت الكالكوليشن كبيره. الحاجة التانية عدد الأوامر داخل البرنامج أقل لنفس البرنامج. لو فيور أدرس عدد الأدرسيز قليلة يبقى أنا لسه بتكلم على less powerful instruction، instruction بقت إمكانياتها قليلة. more instruction per program، البرنامج كبر. الحاجة التانية faster fetch execution of instruction، بقدر أجيب الأمر بسرعة وأقدر إن أنا أبص عليه بسرعة لأن الأوبكود بتاعته صغير. الديزاين ديسيجن بقى، يا ترى انت هتعمل انستراكشن ست بناء على ايه كطول وكعدد؟ والله يا ترى الاوبريشن ريبيتوري، الاوبريشن ريبيتوري يعني عدد الوظائف اللي انت عاوز تعملها بيه الانستراكشن ست، هاو ميني اوبراند، عدد الاوبراند اللي بتتحط معاك، وات كان ذي دو، هيتقدر الامر بتاعك يعمل ايه بالظبط، وهاو كومبلكس ار ذي، كمان الداتا تايبس اللي انت بتتعامل معاها داخل البروسيسور، كمان الانستراكشن فورمات يعني اللينث في الاوب كود فيلد، يا ترى انت عندك اوب كود هيتعمل كام بت، لان عدد البيتس هتحدد لك عدد الاوب كود، كمان النمبر اوف ادريسز، يا ترى هتشتغل على 3 ادرس 2 ادرس 1 ادرس وهكذا، كمان الريجستر اللي موجوده في البروسيسور عشان تقدر تادرس البروسيسور الريجستر دي، نمبر اوف سي بي يو ريجستر اوكي، وتقدر تعمل اي عمليه، يا ترى في عمليات معينه على ريجستر معينه ولا كل ريجستر شكل بعض.
كمان الادرسنج مود. الادرسنج مود طريقه تفسير العنوان داخل الامر، دي الادرسنج مود. كمان يا ترى البروسيسور بتاعك ريسك ولا سيسك؟ ريسك زي ما قلت ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر او كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر، ده اللي بيحدد الديزاين ديسيجن بتاع حضرتك. زي ما قلت التريد اوف ده داخل الديزاين، او التريد اوف يا ترى اخلي الادرس بتاعتي كتير ولا قليل. الفيور ادرس زي ما قلت بالنسبه لي الانستراكشن بيتخلي الامر بتاعي مور برايمتيف، يعني كانه امر بدائي بسيط خالص وبيحتاج بروسيسور مش كومبلكس عشان ينفذ الاوامر، وبينتج عنها انستراكشن شورتر لينث. لكن لو انت اخترت الادرس تكون كتير، ده هينتج عنه توتال عدد من الانستراكشن كبير، وهيبقى فيه لونجر اكسكيوشن تايم، اوكي، وهيبقى البرنامج بتاعك مور كومبلكس او مور باورفول. خلاص، زي ما قلت الحاجات الخطعة للديزاين بتاع الادرس بير انستراكشن، وانت بتختار الادرس بير انستراكشن هيبقى في عندك الادرس ريفرنس، يا ترى الادرس بتاعك بيشاور على ميموري ولا ريجستر، عدد الريجستر شكلها ايه، اوكي. هنا بنلخص بحاجة بسيطة كده، لو كان عندك 3 أدرس أو 2 أو 1 أو ما فيش، يعني لو مثلا أي أوبراند أو أي أوب كود A و B و C، ده معناه الأوبراند هيتم التشغيل بتاعه على البي و سي والناتج يروح في الـ A. لو أوبراند A و B يبقى الـ A والـ B كأنهم سورس والناتج هيروح في الـ A. لو أوب A يبقى الأكيوميليتور هيشتغل مع الـ A والناتج يروح في الأكيوميليتور. لو أوب بس بدون أدرس خالص، بدون ريفرنس لأي حاجة خالص، يبقى في مكانين باي ديفولت، وليكن المكانين دول موجودين على الطوب بتوع الستاك. الطوب بتوع الستاك ده الطوب بتاع الستاك، وده السكند إليمنت بتاع مين؟ بتاع الستاك. هنكتفي بهذا القدر ونستكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.